السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أقدم لكم كوكتيل من أبرز ما قاله الراحل ديفيد رجل الكهف، والشخص اللي اعتز به جدا واعتبره شخص وحلقة فاصلة بين ماض على وشك الانقراض ومستقبل على وشك الولادة. هذا الرجل هو كان من الناس الكبار الذين قدموا وجهة نظرهم فيما يجري في العالم وفي تراثنا، ووجهة نظر في ما يتعلق قضايا كثيرة، منها الأخلاق، الدين، التاريخ، البسايكولوجيا، العلوم المختلفة. دخلت أو تطفلت على قناته في اليوتيوب وحاولت أن أقدم خلاصة لعمله شذرات تشجع الكثيرين على زيارة هذه القناة والاطلاع على تفاصيل كل لقطة أو مقطع اختاريته من بعض فيديوهاته، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم فكرة جيدة عن جهده وعن عمق تفكيره ورؤيته لما يجري حولنا. الشخص والإنسان الكبير الذي لا يمكن أن يختلف على جهده اثنان، وعلى براءته ونقائه وصفاء سريرته وصدقه. لا أعتقد أنه أي إنسان لديه ذرة يعني شيء بسيط من الوفاء ومن الحس السليم أن يغبن حق هذا الرجل في أن نمتدحه مهما كانت خلافاتنا معه، وعلى أي مستوى، مستوى ديني أو مستوى فكري أو مستوى فلسفي. ففي جميع المستويات هذا الرجل يستحق منا كل تقدير وكل احترام، لأنه كان صادق، وحتى في لحظة وفاته واللي لا أحد يعرف حتى الآن ما هي، حتى لو افترضنا هو شخص انتحر، راح أوضح هذا الموضوع بعد قليل. يعني أنا وعيت على هذه الدنيا وأنا حافظ تقريبا نصف القرآن بالكامل، كنت في ذاك الوقت نسيت معظمه، سمعان القرآن وقارين كميات المرات إلى خلاخ. يعني أنا وقت أسأل الأسئلة، الأجوبة اللي تجاب، يعني الأجوبة اللي بتلقاها، بحس إنه هذا جواب كتير سطحي، سؤالي أعمق من هيدا الجواب اللي أنت أعطيته بكتير. صرت لراقب إنه الدروس الدينية حتى خطب الجمعة مثلا فيها يعني تكرار ممل وقاتل بالنسبة لي. يعني بلشت حس انه انا عم بعمل عن جد مضيعة وقت باني انا عم بحضر هيدي الدروس وكذا، نفس الكلمتين اللي بتنعاد وبيتكرروا الى اخره. فضل يقول لي انه ديفيد انت بس عم تكرر، انت منتبه على حالك انه انت بس عم تكرر لي الكلام اللي كل الناس بتقوله. نهينا النقاش بعد وقت طويل لانه خلاص نقاش عقيم يعني واضح. وانا طالع من الباب، لازلت اذكر هي اللحظة، وانا طالع من الباب وعم اقول له جود نايت تصبح على خير، بس رجعت عقبت قلت له بس هيدا الكلام يعني ماله منطقي، رجعت ورحت على البيت. كل الطريق ضليت عم بتذكر كلمته برأيك برأيك، ما حسنت نام بهذيك الليلة، وضليت على وقت عم أفكر بموضوع برأيك. طيب فعلا هيدا رأيي أنا منين جايبه؟ هيدا كان السؤال اللي بلش عندي كل القصة اللي خلتني بلش دور وأبحث، إنه رأيي أنا هذا منين جايبه؟ أنا فعلا رأيي مستقيم من الكلام اللي سمعانه من الناس. طيب والمسيحي رأيه مستقيم من الكلام اللي سمعانه، والبوذي كذلك كذا. طيب بركي كل يعني بركي هيدا الأشخاص عم يكذبوا علي، بركي الموضوع مش هيك، بركي لهم مصلحة بهيدا الموضوع اللي عم يكذبوا علي. طيب يا أخي ما في عالم كتير عايشين ما هم معترفين لا بالأديان ولا بالدين الإسلامي، طيب الهنود شو بعمل فيهم هدول؟ فإذا متت وأنا بهيدا الطريق، لأنه هيدا كانوا دائما يخوفونا فيه، إنه بركي متت وأنت كافر، بركي متت وأنت عم تزني، بركي متت وأنت عم تشرب الخمر، بلا بلا بلا. سألت إذا الله موتني وأنا بهيدي الحالة، فهو بيعرف يفترض إنه أنا عم دور عليه، فأنا بدي أعرف أنا شو عم بعمل. أنا ما بدي يكون عم ردد كلام ببغاء ويجي واحد يقول لي هيدا كلام رأيك اللي أنت عم تردده ترديد. مسكت القرآن، لكن بهذيك المرة مسكته مع ورقة وقلم. يعني القرآن أنا سمعانه كنت لمئات المرات وحافظ مثل ما قلت لك اكثر من نصه، معي سيرتيفيكيتس يعني مش حافظه بس كلام من عندي. فمسكت مع ورقه وقلم وبلشت اقرا القران، شلت القدسيه عنه وبلشت اقرا من دون هيدي القدسيه. وفعلا لاول مره حسيت حالي عم بقرا لي اول مره بحياتي، عم بقرا كلام صدقا يا اسماعيل، حسيت حالي لاول مره عم يمر علي هيدا الكلام. اذكر اني مره قرات كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره، جون جراي عبر بهيدا الكتاب عن رغبه الرجل بالانعزال لوحده احيانا من فتره للثانيه بدخوله للكهف. فعجبتني تسميه رجل الكهف، هو بصراحه هيدي التسميه احد الاصدقاء من زمان كان يلقبني فيها، يقول لي انت رجل كهف بحسب شكله، انت ما دخل لعندي يلاقي الاضاءه مطفيه وانا جالس عم بقرا كتاب يعني، فاعتمدت هيدي التسميه. فعلا هذا السؤال مهم جدا، من أين جئنا بآرائنا؟ لماذا ندافع عن آرائنا وأحيانا نستقتل من أجلها؟ هل هذا بسبب دافع شخصي من قبلنا أم
بسبب إحساسنا بضرورة الانتماء إلى مجتمعنا والدفاع عنه، أو حتى الادعاء بأننا متمسكون بهذا بقيم هذا المجتمع، ولدينا إحساس بالحاجة لإثبات ولاءنا وإخلاصنا لهذا المجتمع. هذه الأسئلة كثيرة جدا طرح صديقنا الراحل رجل الكهف، وأتمنى أن احنا نطلع عليها. هناك كثير من الأخوة في أنا شرت فيديو قصير رثاء لهذا الإنسان اللي أنا تعرفت عليه بشكل سريع جدا وعابر، لكن أنا من المعجبين به كمعلم وكشخص عارف ومطلع ولديه رؤية ثاقبة على الأمور، وهذه الرؤية صنعها بنفسه وبجهده ودأبه الشخصي، وهذا الشيء يجب أن يحفظ له ويجب أن نعتز به. هناك من اعترض كما قلت على انتحاره، وهذا لم يثبت بعد، لكن أنا أقول بأنه الرجل قدم أسباب لهذا الموضوع ولا يمكن أن نلوم ديفيد عليه. هو شرح مرضه وأسبابه وقال أنه مرض جيني وأساسه يتعلق بمسألة تفاعلات كيميائية في الدماغ، فليست بالمسألة اختيارية إلى حد كبير، فبالتالي هو ما يتعلق بقرار شخصي. فعندما أنت تأتي كمتدين وتقول أنه انتحر وخالف الدين والشريعة وقال الله كذا وقال القرآن كذا لا تنتحر، يعني هذا كلام ما له داعي، لأنه المسألة عندما أنت تصر على هذا الموضوع فهو الرجل يعني كشف الموضوع وشرحه بالتفاصيل، فما يحتاج هذا الكلام. وهذا عندما تلح على هاي القضية فأنت يبدو شخص كما قال هو نفسه، قال أنه أنت هذا الرأي الذي تطرحه ليس لك، وإنما أنت استجبت به من خلال محيطك ولكنك لم تفكر به على الإطلاق. هذه الشخصيات عظيمة يجب أن نحترمها ونقدرها ونضع لها مكانتها، نضعها في مكانتها الخاصة. هؤلاء كما قلت هم ممر بين ماضينا التافه السخيف المتخلف ومستقبلنا المختلف، والذي نتأمل بأننا سنحققه أو سنساهم في تحقيقه لأحفادنا. شخص مثل ديفيد هو شخص فدائي يتقدم الصفوف رغما عن أنف الجميع، وبفضل أشخاص مثل ديفيد احنا راح نستطيع البناء والتأسيس على ما عادوا لنا به من غابات الفكر والمعرفة الوعرة كالعادة. أولى شخصيات مثل ورقة بن نوفل مثلا وقس بن ساعدة وأمرؤ القيس وقصي وأبرهة وخديجة، أبو بكر، علي، عمر، وحتى أبو جهل وأبو لهب زمن الدعوة، وحتى النضر بن حارث. فهؤلاء هم الذين سمحوا بوجود شخص أو نبي اسمه محمد، وهؤلاء هم وحدهم الذين سمحوا أو أسهموا بوجود شيء اسمه إسلام. فأدعو الجميع لأن يخففون من غرورهم قليلا، يفتحون نوافذ داخل أنفسهم ومع العالم لكي يتمعنوا بحالنا كما هو وبتواضع معقول. قبل أن أقدم كلام الصديق ديفيد، أنا عندي عدة ملاحظات كثيرة على الرجل، لكن مهما يكون هو إنسان كبير وعظيم، لكن علينا أن نستمع له. هو إنسان صافي وحر ونظيف جدا، ربما سبب شغفه بهذه الحياة هو هذا حب الاطلاع والمعرفة اللي دائما يخليه يحاول أن يكتشف أسرار هذا العالم الذي وجد فيه رغما عن أنفه كما قال في مرة من مرات.
بلشت كنت يعني يفوت شوي هيك منتديات، بلش يطلع مثلا منتديات او قنوات اخباريه، لاقي في ناس عم تكتب بالتعليقات اشياء مثلا ضد الدين او اشياء فيها نوع من العلمانيه او كذا. فبلشت هيدي الامور تحسسني بدايه انه انا مش وصل. تسكرت اكثر من مره، ما بعرف هيك الملحدين العرب وشي منتدى اللادينيين العرب اكتشفته بالمصادفه، بعدين اكتشفت شبكه الملحدين العرب وشغلت فيها وقت طويل، يعني حتى صرت احد الاعضاء الاساسيين فيها بوقتي اكثر بقضي لحالي يعني الغالبيه من وقتي، لكن طبعا اكيد بطلع وفوت. وهذا الشيء بدي احكي فيه يعني حتى صورت حلقات عنه بسلسله الاسك ذا كيفمان، لانه في اشخاص تفاجات بانه في اشخاص اخذوا فكره انه لازم اذا واحد يكون مثقف او عم يقرا او كذا. يعني في ناس تخيل بعثت لي انه تركت جامعات، واحد بده يبطل من الشغل، في واحد بيترك جامعته مشان يقعد يتفرغ للقراية، وانه انتم مفكرين انه هيك الحياة يعني، انه خلص انا بترك العالم كله بمسك كتاب مثل افلاطون يعني، انه هيك بقعد. انه المصطلح رجل الكهف مو عن جد عمله رجل كهف يعني، واكون يعني عم تاخذوا فكرة كتير غلط ماشيين بعكس الطريق انتم. يعني كما رأيتم هو كان شخص مؤثر جدا ومقنع عندما يتحدث وقريب الى النفس، ولا يشعر الإنسان عندما يستمع إلى بوجود أي فاصل بينه وبينه، لا توجد خشية من كلامه، ولا تشعر بأنه هو يستهدفك أو يحاول أن يبشرك بشيء أو يدعوك إلى القيام بأي أمر لا ترغب به أو حتى أن يقترح عليك شيء. هو مجرد يطرح عليك آراءه في كل القضايا العامة، وما عليك إلا أن تتقبلها أو ترفضها أو تناقشها، لا يستهدفك بك شخص فيما يقول، إنما هو هدفه أن يستكشف كل ما هو موجود، كل القضايا التي نعاني منها جميعا، ويحاول أن يقدمها لك، ولا بصفتها حقائق نهائية، إنما بصفتها أفكار أساسية ولها علاقة بتنقيب الشخصي. يعني هو شخص منقب عن الأفكار وعن الرؤى، ويحاول أن يكتشف الوقائع كما هي. هذا قال. والآن واحدة من الأشياء المهمة الآن حتى في هاي اللحظة اللي سمعتوه يقول أنه هنالك أناس يقولون أنه أنا يجب أن نمارس حياتنا بالطريقة اللي مارسها رجل الكهف أو نعيش داخل الكهف، ولأننا نريد أن نقرأ. فهو حتى في هذه المسألة حريص جدا أن لا يكون شخص مبشر أو داعية من الدعاة كما نعرف، إنما هو يقول أنا هذه شخصيتي، وليس بالضرورة أن تعيشون بطريقتي، لكن لكم الحرية الكاملة في أن تتصرفوا كما تشاءون، لكن أنا أدعو فقط أن تطلعوا كل واحد بطريقته وتتعرفوا على وقائع الحياة وتفاصيلها، وكبار المفكرين والخبراء في هذه الحياة الذين عانوا مثله قبل أن يرحل هذا الرجل الكبير في كل شيء تقريبا. صحيح هو شكل الخارجي غريب للحظة الوهلة الأولى، لكن هاي الغرابة دائما ما تنتهي فورا أن تتعرف عليه، وبعد ذلك ستشعر بأنك في أمان مطلق معه، وأنك تتحدث مع أطيب إنسان تتخيله، وأكثرهم رقة والتسامح وتفهم. وطبعا هاي هي ميزة الأرواح الرفيعة والمتعالية خلقا وأخلاقا. فيما يتعلق بمرضه، كان الرجل يعاني طوال حياته من هذا المرض. وأنا أدعو الجميع أن يقدرون ظروف الآخرين وأن يتفهمون حالهم، لا يجوز أن نحكم على الآخرين أو نصدر أحكامنا عليهم لمجرد أنه عندنا فكرة، أو أن احنا كما قال هو أنه نسوق رأينا وهو بالحقيقة ليس برأينا الخاص. أكو هناك دائما بشر بدون إحساس، وهمهم الوحيد اتباع أوامر القطيع وتكرارها كما هي. سمعوا بأنه قالوا لهم أنه الانتحار حرام، ولا أحد منهم سأل لماذا، ولا أحد منهم عرف السبب أو حاول أن يفهم ما هو السبب. يعني أفضل واحد بهم قال أنه الله أعطانا الإرادة والصبر على الشدائد ووعدنا بالفرج، وهذا طبعا كلام وتكرار ببغائي لكلام الفقهاء. والحقيقة أن الدين لم يحرم الانتحار لأنه بسبب أنه يحترم الإنسان، بل على العكس، وسأوضح هذا
بعد أن تستمعون إلى حديث صديقنا الراحل رجل الكهف. من ناحية شخصية من خبرتك بالبايبل أفضل طريقة الانتحار هذا أسهل يعني إيش الجواب؟ لا أعطيك خلاصة 34 سنة من الاكتئاب. كلياتنا للأشخاص الذين رغبنا أن ندخل معترك الظهور العلني والتنوير نعرف أن هناك احتمالية عالية أن نخسر حياتنا. إذا ما عندك تقبل لفكرة الموت برحابة صدر فأنا برأيي انسحب من النشاط اللي عم تعمله وعيش حياتك بألمانيا بلد آمن بأي مجال عمل آمن وفي أي محيط آمن، لكن أنك تزج نفسك بعمل أو بنشاط ممكن يؤدي لقتلك وأنت خايف من الموت فهيدي يعني حتسبب لك مشكلة. الحقيقة أنا من الأشخاص اللي عم بعمل هيدا النشاط عندي وما عندي أي مشكلة أني موت اليوم قبل بكرة، كتير عادي كتير it's okay for me. بدك توصل لهيدي المرحلة بالأول تعرف مخاطر العمل اللي عم تكون فيه وبعدين تشتغل عليه. هلأ ضروري تعرف شغلي، البشر عموما ثلاث أنواع عن برأيي من وجهة نظر عامة. عندك البشر اللي هن مغرقين في أنانيتهم، مغرقين في ذاتيتهم، مغرقين في كينونتهم الشخصية، هدول أشخاص كتير بيخافوا من الموت. في نوع تاني من الأشخاص هن الأشخاص الطبيعيين ككائنات بيولوجية، هدول الأشخاص العاديين كلياتهم بيكبروا بيصيروا بمرحلة معينة من العمر بينجبوا أطفال بيصيروا بيشوفوا أطفالهم كأجزاء منهم كاستمرار لجيناتهم. اقرأ بالبيولوجي وبتعرف أنه نحن مركبات لعبور الجينات. خوفك من الموت هو خوف جيني لأنه أنت بعدك صغير وأنت ما عملت شيء بالحياة وأنت ما أنجبت أطفال إلى آخره، لكن عموما بس الأشخاص يصير عندهم أطفال وأطفالهم يصيروا كبار بسن الرشد على الأغلب يخف تعلقهم بالحياة وينتقل إلى تعلقهم بحياة أطفالهم. هذه الحالة النمطية العامة. العالم هاملتون أرسخ قاعدة وعمل دراسات طويلة عن هذا الموضوع صارت مشهورة باسم قاعدة هاملتون للغيرية، فيك تطلع عليها على الإنترنت. الأشخاص اللي تخلوا عن أنانيتهم بالكامل، الأشخاص اللي انحلوا في هذا الكون انحلال كامل، الأشخاص اللي صاروا بيعرفوا أنه هن جزء من الكون، هن موجودين في هذا الكون منذ بدايته إلى نهايته، هم مترابطون في السلسلة الكونية مش بس البيولوجية بل الكونية بالمجمل. هيدا الشيء اللي أنا عم أعبر عنه بالتاتوين اللي على إيدي. بهيدا التاتو أنا عم أعبر أنه نحن ككائنات حية مش بس مترابطين كلياتنا مع بعضنا مع الكائنات الحية الأخرى عن طريق شجرة الحياة، نحن كمان عن طريق الفيزيكس كمادة نحن نفسنا الطاقة، فبالتالي نحن موجودون بأنفسنا بذواتنا، نحن موجودون منذ البيج بانج وحتى نهاية الكون. سو إذا أنت بتوصل لهذه المرحلة من معرفة أنه أنت عبارة عن جزء من الكون، كنت ولازلت وستبقى في هذا الكون غير منفصل عنه، وجودك الشخصي حاليا كفلان هو فقط عبارة عن تجمع لهذه الذرات في هذا الشكل في هذه الحقبة الزمنية برز عنها الوعي فأدركت نفسك، أدركت نفسك كجزء من الكون، أدركت نفسك كجزء من الكون مش ككائن أناني منفصل متعجرف بنفسه. أصبحت تنظر إلى جميع الأطفال أنه هن أطفالك، بتشوف كل الناس هن أخوتك، بتشوف كل الكائنات الحية هن أقربائك بطريقة أو بأخرى. الفهم للواقع كما هو واقع وتقبل الواقع كما هو واقع هيدا مفتاح لسعادتك بهذه الحياة وهيدا مفتاح لتقبلك للموت وللحياة مثل ما هن، ويمكن يصير عندك الموت والحياة مثل بعضهم. وهيدي الحالة يلي وصل أينشتاين مثلا، يعني أنت متخيل أنه رح توصل لمرحلة من النجاح تفوق أينشتاين؟ أينشتاين نفسه رفض أنه يعمل جراحة وقت اللي كانت هيدي جراحة ممكن تخليه يعيش بضع سنوات أخرى أو بضعة أشهر أخرى بحياته. قال أريد أن أذهب عندما أريد، لا يوجد طعم لإطالة الحياة بشكل مصطنع، لقد شاركت بنصيبي منها وحان وقت الذهاب وسأذهب بأناقة. بصراحة تقسيم ديفيد لأنواع الشخصيات إلى ثلاثة تقسيم رائع ويستحق التأمل كثيرا، لكن هو عموما هو الرجل يخلينا يدعونا للتساؤل، وجود شخص مثل ديفيد يدعونا للتساؤل إن لماذا أشخاص مثل ديفيد هم أناس مهمين وأسماء مهمة. الجواب ببساطة لأنه إنسان حقيقي ومثقف حقيقي ومثقف عضوي، هو أدى كتاب يعني مثقف عضوي بتعبير غرامشي، هو شخص أيضا وضع كتاب خاص بهذا الموضوع
عن المثقف، ويعني أنا بصراحة ما قرأته لحد الآن وأطمح إلى قراءته لأنني لم أحصل عليه حتى الآن، لكن هو سمعته يتحدث عنه كثيرا، وأعتقد أنه كتاب مهم ويجب أن نطلع عليه في كل الأحوال، يعني وأن تعقد حول ندوات وقراءات خاصة به، وهذا الرجل يستحق، جزء من الوفاء له للمشروع. ديفيد شخص يبدو يعني عندما يتحدث عن التنوير وأنه يجب أن ندفع ثمن هذا التنوير، وأن كل إنسان يقدم نفسه لمشروع التنوير عليه أن يتوقع الموت في أي لحظة. اللي أقوله هو شخص الميزة العظيمة أنه شخص ما يمتلك إجازة في تدريس الآخرين ولا تعليمهم، لكن مع هذا هو نذر نفسه لهذا المشروع، وكان هذا المشروع علي قدم من خلاله أسئلة جديدة تماما تدعو الجميع إلى أن يفكرون بصوت عالي وبحرية كاملة، ولا تخشى أخطر القضايا أو مراجعة أخطر القضايا والأحكام الجاهزة، خاصة القضايا المقدسة أو التي غلفت بالقداسة بطريقة أو بأخرى. في الوقت نفسه اللي الأغلبية العظمى تغاضوا عن مناقشتها. صراحة ديفيد واحد من أكبر الأبطال في اليوتيوب، وهؤلاء سيشكلون أو هم حلقة بارزة في حياتنا ولهم حضورهم الكبير. صحيح أنه عشرات الآلاف، هنالك عشرات الآلاف من المتابعين لهم، لكن هؤلاء سواء الذين يقدمون جهودهم ونشاطهم في هذا المجال التنويري أو سواء المتابعين، هؤلاء فقط هم الذين سيصنعون مستقبلنا، وعليهم الاعتماد الكبير، ولا يوجد اعتماد على آخرين، على أي طرف آخر، هؤلاء فقط هم الذين يستحقون أو يستطيعون أن يقدمون لنا شيء، يقدمون لنا شيئا مهما في المستقبل. كان ديفيد واحد من هؤلاء الناس، المستقبل لن ينساه بالتأكيد. كان هذا يعني هذا الحضور الكبير والمؤثر إله ولهاي المجموعة من الأبطال سببه أعتقد هو تعويض عن تراجع النخبة المثقفة والأكاديمية عن أداء دورها، لكن أعتقد أن هاي النخبة المثقفة أو الأكاديمية التي تتحدث بطريقة أو بأخرى بعيدة عن التأثير وحتى عن الحضور، هاي النخبة، وجود هذه الكوكبة من الأبطال على في اليوتيوب ستدفعهم إلى أن يتقدمون الصفوف ويثبتون حضورهم، وعلى حساب حضور قادة الجهل والتخلف من الدجالين ولا أقول رجال الدين. مثلا أكو شخصيات مهمة حضرت الآن من أكاديميين، من بينهم شخصية مثل خزعلي الماجدي بدأ يحضر يعني على اليوتيوب وبدأ يتواجد، وأكو أسماء أخرى ما تحضرني الآن. هؤلاء يجب أن ننتبه لهم ونشجعهم على التواجد ونشر أفكارهم وبحوثهم الأكاديمية الرصينة. ومن الناس الرصينين كانوا هو بالتأكيد من أكبر الناس أو الأهم الناس المهمين والرصينين في نشر أفكارهم، هو ديفيد رجل الكهف. شكرا جزيلا، وأتمنى أن لا تنسون هذا الرجل وتزورون قناته، وهي مقاطع من جهده، وهي مجرد تذكير بجوانب من جوانب شخصيته وأفكاره الخاصة. وأتمنى أن تزورون قناته وأن تحافظون على تراثه وتطلعون عليه وتناقشونه قدر المستطاع. مع السلامة. المفهوم أو الكونسيبت هيدا تبع الحضارة أو تبع الإمبراطورية أو تبع حتى فكرة أو وجود محمد كان مور أور ليس هو ضرورة حتمية تاريخية بالنسبة للعرب. يعني الكونسيبت النبوة أو مفهوم النبوة على فرض وجود التاريخي طبعا، لكن مفهوم النبوة كان موجود بهذيك الفترة، وكتار اللي ادعوا النبوة بهذيك الفترة ما كان محمد واحد، محمد انتصر بس ما كان هو الوحيد اللي ادعى النبوة بهذيك الفترة، في قبله وفي بعده، لكن محمد هو اللي انتصر، هو اللي حسن يعمل هذه الإمبراطورية تبعه. فإمبراطورية أنت مؤسسها، الفلسفة تبعها مثلا والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة، يعني فلسفة تبع أعمق فكر عنده مثلا أنه
وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ما فيك تقارن دولة أو حضارة أو إمبراطورية عم تنشأ من هذا البيز بحضارة مثل الحضارة اليونانية أو الرومانية أو الصينية أو هدول الحضارات القديمة أو حتى المصرية القديمة الفرعونية القديمة. رحت على تدمر من زمان اللي قلت له لأصدقائي اللي كانوا معي بالسيارة وقت رحنا، فقلت له شوفوا هدول وعم نقرأ عليها قد ايه تاريخها وامتى بنيت الى اخره. طيب وطلع قدامك انا شايف بعيني بالصحراء الخيام الاشيدي الخيام الجلود وكذا، خيام البدو اللي قاعدين بجمال تبعهم هي بالصحراء لانه تدمر. فقلت لهم هي الحضاره العربيه اللي اجت بعد هي ب 1500 سنه او 1700 سنه، شوف هدول شو كان وشوف هدول لليوم لسنه مثلا 2005 2006 ما بعرف انت سافرت هنيك لليوم لسه هدول مساكين عم يعملوا هي الخيمه وكذا كذا نفس الطريقه البدائيه القديمه. سو ما فيك تتخيل انه هيدي الحضاره تحسن تبني لك شيء حقيقي. لا اللي صار انه المسلمين بما انهم توجهوا بحروبهم فتوحاتهم العسكريه باتجاه الامبراطوريات الاقدم منهم، فهن ببساطه صارت حركه ترجمه لكل هيدي المعارف القديمه. مشان هيك انت بتلاقي انه كل من يسمى عظماء المسلمين فلاسفه المسلمين علماء المسلمين بلا 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 كلياتهم ولا واحد فيهم عربي اصلا. طويل جدا. اول حدا ربط نوبات الهوس مع نوبات الملانكوليا اللي احنا اليوم بنسميها اكتئاب ولو انه مش دقيق التسميه لكن ما كان معروف الاكتئاب من زمان. الملانكوليا والهوس اول حدا ربط بيناتهم هو ابو قراط 400 قبل الميلاد. احدى دراسات ورجت انه 50% من الاشخاص بتجيهم هواجس انتحاريه بنوبات الهوس. الإله عند المسلمين يختلف عن الإله عند المسيحية، يختلف بالكلية عن الإله عند اليهود. وميزة الإله عند اليهود أنه هو ليس وحداني، هو عنده فردانية بحسب تعبير خزعل الماجدي. إن أي قراءة بالتوراة رح تشوف فيها تعارضات شنيعة وواضحة. من أهم هذه التعارضات؟ اسم الإله نفسه. الإله هو زوج عشتار، ومين ابنهم؟ الإله بعل محبوب السوريين. ليش هو محبوب؟ لأنه هو إله المطر. لليوم لحنا يعني لليوم بسوريا مثلا الزرع أو النباتات اللي بتنمو من دون ما تقوية بسموها بعل. فاليوم بيستعملوا هيدا المصطلح بيقول لك هيدا عنب بعل او تين بعل او تفاح بعل. فالناس بتستعمل هيدا المصطلح بس ما بتعرف المقصود فيها هي الاله بعل. فمعنى انه هيدا التين بعل انه هيدا التين سقاه الاله بعل. لليوم لهي اللحظه 2017 كل الناس اللي بسوريا بيقولوها. سو حتى الاله بعل موجود بالتوراه باماكن كثير كثيره. يعني انا فكرت باسم القناه اللي بدي اعمله، كنت حابب اعمل اسم ما له اي دلاله، عرفت يعني اسمي خليني يكون حر باني انا احكي اللي بدي اياه باي موضوع بدي اياه. بعض الفلاسفه ولا حتنصدموا هلا، بعض الفلاسفه بيجادل بنقطه، حتى في منهم فلاسفه معاصرين مثل بيتر سينجر مثلا الفيلسوف الاسترالي بيتر سينجر، بيسالوه مثلا على موضوع انه اخي هل احنا مثلا انت مستعد تموت بنتك بمقابل، او هل الواجب الاخلاقي انه واحد يضحي ببنته مشان ينقذ 10 او ينقذ 3 اولاد او ينقذ واتيفر. بيقول له هذاك انه موجهة نظر اخلاقيه لازم يعمل هذا الكلام، وعم يقول له كان بطريقه وقتين متردد لانه عارف فاهم من جوا ما في يعمل. فانا هون بتذكر طلعت ببرنسبل بالنظريه تبعي، كنت صراحه هيدا مشروع اذا انا بحسن انجزه خلال يعني السنتين الجايين بكون عملت اكبر انجاز بحياتي، اني اعمل النظريه الاخلاقيه الكامله اللي انا اوريدي شغال على مسودتها ومطالع منها كذا ورقه. اذا بحسن اعمل لانه لهلا صرت مطالع كثير نكشات موجوده لليوم بفلسفه الاخلاق ما لها محلوله، و يعني لهلا صرت قاطع فيها شوط لا باس فيه، واتمنى اني احسن انهيها خلال السنتين القادمتين، وممكن ساعتها نعمل يعني فيديوهات مطوله اشرح لكم فيها. أنا برأيي في نوعين، إذا بدي بسط الفكرة، في نوعين للمصدر القيم الأخلاقية. في نوع رأي شخصي، في نوع قيم أخلاقية أساسية إجبارية ضرورية لحفظ النوع، وفي قيم أخلاقية اللي هي محلية متفق عليها ما بين سكان هذه المنطقة. القيم الأساسية الجوهرية اللي هي ما بإمكانها أي مجموعة سكانية تعيش من دونها، ما بإمكانك تعمل مجتمع من دون هي الأخلاقيات الأساسية، لأنه هذا المجتمع محكوم عليه بالفناء. مجتمع عم يقتلوا بعض، القتل حلال عنده، الاغتصاب حلال، السرقة أمر محمود، شو بدك الغش يعني هذا قمة الأخلاق. أعود عكس الأمور كلها يا دا. شوف لي هذا المجتمع قديه ممكن يصمد ككيان إنسالي الله وعبد الله والأديان والدنيا كلها. هذا المجتمع قديه الانتقاء الطبيعي لحا يجبره أنه ينفنى. المجتمعات الوحيدة اللي هي نفدت وحسنت لحنا نوصلها هي المجتمعات اللي أخذت الاتجاهات الأخرى اللي كان عندها النزاعات أنه هن يتعاونوا مع بعض. الفلسفة تتدخل في كل شيء في حياتنا، لكن أن المدارس الفلسفية المثالية تلتقي مع الدين وتتعارض مع العلم، بينما الفلسفة الواقعية تلتقي مع العلم وتتعارض مع الدين. العلم والدين ليس كل منهما له مجاله المختلف عن الآخر فلا يتعارضان في مصالحهما، لا لا لا، هما متعارضان، ليسا مستقلين بل متعارضان، لا يمكن الجمع بينهما بأي طريقة إلا بطرق ملتوية غير حقيقية وغير دقيقة.
من الخطأ أنه أنت تقول الفلسفة العربية. تقريبا كل الفلاسفة اللي انشهروا بهي المنطقة عبر تاريخهم ليسوا من أصول عربية من الناحية الإثنية أو العرقية. هي الفلسفة كمان مو كلياتهم هدول الفلاسفة كتبوا باللغة العربية، وهي فلسفة ما لها شعر لحتى نقول عنه أنه في له علاقة باللغة من حيث المبدأ أو نصوص أدبية. كمان الفلسفة اللي هي انتشرت أو انتشرت عن طريق الفلاسفة هدول في العالم الإسلامي هي ليست ذات أصول عربية، يعني ليس القبائل العربية هن يلي ابتدعوا هي التوجهات الفلسفية ولا هي الأفكار الفلسفية، وإنما كل هي الأفكار هي تطوير للأفكار اللي هي إجت من الفلسفة اليونانية بالدرجة الأولى وبشكل جزئي من الفلسفات الشرقية الهندية والفارسية، وتم تطويرها في المنطقة وتم دمجها مع الإسلام، لكن هي ليست وليدة القبائل العربية حتى نطلق عليها فلسفة عربية، وإنما هي امتداد للفلسفات الأقدم منها. ونفس هي المعضلة بتواجه تسمية الفلسفة الإسلامية، لأنه كمان الفلسفات هي كلياتها ولا واحدة منهم بغض النظر عن أي فيلسوف ولا واحد منهم انطلق من الدين الإسلامي في الفلسفة، مش الدين الإسلامي هو اللي أنشأ وولد هي الفلسفة لحتى نقول عنها فلسفة إسلامية. التشريع بتقول تشريع إسلامي لكن ما بتقول فلسفة إسلامية as such، لأنه أنت بالفلسفة بتشتغل بالعقل. هلأ بقلكم على الفرق بين الفلسفة والمتكلمين أو علم الكلام أو علم اللاهوت. مشكلة تانية أول اللي خلص موضوع الفلسفة الإسلامية، مشكلة تانية بتواجه كلمة فلسفة إسلامية أنه في نسبة كبيرة من الفلاسفة اللي احنا بنتقول عنهم فلاسفة مسلمين هن أصلا ما لهم مسلمين. في فلاسفة مسيحيين، في فلاسفة يهود، في فلاسفة مجوسيين، في فلاسفة وثنيين، في فلاسفة ملحدين. ملحدين مو بمعنى الملحدين المعاصرين اليوم، إنما ملحدين يعني ينكرون النبوة، يعني ربوبيين مثلا. وفي فلاسفة من مختلف التوجهات، وفي فلاسفة من مختلف التوجهات الدينية الإسلامية اللي بعضها يكفر البعض الآخر. إنك تسميهم فلسفة إسلامية وهي أصلاً رجال الدين المسلمين عم يكفرون، فهي يعني كمان مشكلة كبيرة. صار يسأل شو يعني أرقام؟ عمل كتابه تبع مبادئ الرياضيات هو وايتهيد، عم يشرحوا فيه، عم يبحثوا، مو عم يشرحوا، عم يبحثوا فيه بالمنطق الرياضي الأرقام نفسها وعمليات الحسابية. أخذت معه ما أذكر كمية صفحة لحتى وصلوا لكلمة الآن يمكننا أن نقول 1+1=2. أخذت معه وقت أول عرفوا شو يعني واحد، لعملوا عملية الجمع لعملية المساواة لحتى وصلنا لنقطة 1+1=2. لحنا مناخدها كمسلمة نعم، لكن لحنا ما أخذناها كمسلمة إلا لأنه في ناس قضت سنين وهي قاعدة عم تبحث بأي الأمور. لودفيك فيتغنشتاين بعد ما سرد على موضوع الأرقام ركز على نقطة، قال لك أخي مشكلة الفلسفة ومشكلتنا كلها هذا باللغة. كانوا مأرقوا سؤال غير ماهية الأرقام وما هي الأرقام وكذا، انتقل لسؤال ماهية اللغة. هذا ألم، هذا ألم كجسم مادي، وأنا عم أقول كلمة قلم، كيف كلمة قلم عم تنطبق على هذا القلم؟ هي النقطة الرابط ما بين الكلمة، ما بين المعنى والمادة اللي هي تشير لها. حيجي واحد يقول لي هي مسخرة اسمها، هي مو مسخرة، لأنه هذا الزلمة بوقت اللي عم يحسن يفهمك أو يفهم الروابط تبعي الأمور ويضبط فيها أنه أنا شو الأشياء اللي بحسن أولى وقت بقولة كيف ببقى عرفان أنه أنا عم بحكي كلمة صحيحة ومضبوطة. هيك صار فينا ناخد ونعطي أنا وياك، صار فينا بالنقاش بيناتنا عم نفهم على بعض عن شو عم نحكي. وقتنا نحكي فلسفة بدنا نكون بهي الدقة عم نشتغل. ذكر العبارة ما يمكننا معرفته يمكننا قوله، وما يمكننا قوله يمكننا قوله بوضوح، أما ما لا يمكننا قوله أو ما يمكننا معرفته فنمر عليه بصمت. فأمور مثل بالنسبة له أمور مثل أي شيء ميتافيزيقي نمر عليه بصمت ببساطة. بيقولك ما فيك تحكي بشيء أنت ما بتعرفه، شو بدك تناقشني؟ وأنا وجهة نظري أنا هذيك المرة قلت بإحدى الحلقات، قلت أنا الفلسفة الوحيدة اللي بقول له حاسة فلسفة عليه وتكون ميتافيزيقا. أنا شو عم تحكي أنت؟ نقعد نعمل ترف فكري، بس إذا بدك تسرد علي بشيء أنا ما بعرف أنت شو عم تحكي، الشيء ماله موجود فما فيني أحكي فيه. So, شايفين وين تلعب نظرية المعرفة؟ كراس سواح مثلا بتفكيره الصوفي مثلا بيقول لك في شيء داخلنا هو اللي بيربطنا مع الكل وكذا، حكاها بكتاب دين الانسان. في حدا في وحدة امريكيه طلعت كتاب سميته ذا جاد جين، انه في جين جواتنا بيوجهنا لله مثل الساتلايت. هذا كلام شعوري انت عم تحكيني، وبالتالي انت مصدر معرفتك ما في مصدر. انا وياك ما واقفين على ارضيه واحده، ما في نقاش بيني وبينك، لانه انا وجهه نظري انا مصدر معرفتي مادي. انا عم اقول لك اعطيني شيء مادي لنحكي فيه، ما تقول لي انا حاسس وحسيت وشعور والهام وما بعرف. هذا كلام بتقوله لحالك تحكيه للماما بتفكر فيه بالليل، بس ما بتجي بتفلسف عليه. احنا عبارة عن واحد من هي الحيوانات الموجودة على سطح الكرة الأرضية اللي عمرنا 300 ألف سنة من أصل عمر كون تقريبا 14 مليار سنة، ولحنا كل التاريخ المكتوب تبعنا عمره كله يده آخر 3000-4000 سنة. هذا الدلال والرواق اللي احنا قاعدينه. يعني أنا شفت ناموسة بأول الحلقة قد جنن السماي لحتى أحسن تخلص منه. شو كان يعمل أسلافنا بيداك الوقت؟ يعني لا عندهم تياب ولا عندهم بيوت ولا عندهم أي شيء. فالبشرية اللي احنا بنعرف أنه احنا عبارة عن واحد من أي الكائنات الثانية، لا لنا أي شيء مميز، دماغنا تافه جدا مقارنة بأي شيء على المقاييس الكونية، تافه بمعنى الكلمة. دماغنا دوبه يعرف يحل مشاكله اللي بين رجليه وإيديه. من شان هيك أنا
لليوم ما عم بستقل. اوكي كان ارسطوطل والفلاسفه القدماء يفكر بما هو خارج الكون، بما هو الوجود والمحرك الاول والمسبب لوجود الكون وسبب الى اخره، بس انا من وجهه نظري كديفيد انا هذا الكلام كله بلا طعمه. ليش؟ لانه ما بعرف شو في برا الكون، لانه مو بس ما بعرف، انا بعرف انه ما عندي قدره عقليه لاني فكر اساسا بما هو خارج الكون. نحن بدنا نستعمل هذا الدماغ اللي هو يتطور بالغابه لحتى يهرب من الصراصير ويقتل الناموس اللي عم يجي عليه ويدير باله من الكذا، نحن بدنا نستعمل هذا لنفكر بكيف الكون نشا قبل البيج بانج وماذا كان قبل البيج. وبرجع لنقطه، شو بيعرفني شو في قبل البيج بانج؟ اذا في قبل البيج بانج، انت جاي عم تقول لي اذا الكون حادث ولكل سبب مسبب، هذا عم تحكي انت هون بيناتنا. لا اشتغل معك بالكوانتوم فيزيكس، ما اشتغل معك بالفيزياء الكمومية، وماني مضطر انه هو حيشتغل معك خارج الكون. شو عرفك انه اساسا؟ او مثلا بيقول لك انه كيف اتى الكون من العدم؟ طب ما انت عم تفترض يا ابني انه في عدم، معناته غير حالي انت اللي عم تفترض في عدم، اثبت لي انه في عدم بالاول. هي مو من عندي انا جبتها اخي، اخي بعرة وبعير هي بتعملها بالصحراء، بس ما بيمكنك تطبقها على الكون. انا ماني شايف البعير، انا ما بعرف انه هي بعرة لحتى تقول لي اساسا انه في بعير. انا بعرف في كون، انا لا بعرف انه في شيء اسمه عدم فلسفي لحتى تصرع ربي على مر 2500 سنه عم تناقشني بالعدم الفلسفي وانه الملحدون ما عندهم امكانيه وكيف ينشا الكون من العدم. مين قال لك انه في عدم اصلا؟ هي انت جبتها منين؟ هي هو النقطه، انت جبتها منين؟ ثانيا مين قال لك اصلا اذا كان في عدم ما يكون من الطبيعي جدا انه يكون في عدم موجود بشكل دائم مع بعض، او مثل ما بيقولوا بالكوانتوم فيزيكس الفيرتشوال بارتيكلز اللي هي pop up in and out of existence in no time، يعني بيصير الاكوان عم يخلق ويختفي بلا زمن، يعني بالصفر زمن، zero time.